اليوم البلد ما يريد يتحول إلى بلد استهلاكي، نعم. يبقى دائما رهين وأسير الاقتصادات الخارجية. أنا اليوم مزارع عندي يزرع بالزراعة التقليدية، وعندي مزارع يشتري منظومة رش ب40 وب50 مليون دينار. المفروض أبين مقدار الفرق بيناتهم. هذه الزيادة كلها من خلال المرشات. يعني أنا في أحد المحافظات يوم أمس التقيت بيهم، محافظة واحدة عندهم زيادة 100,000 دونم من خلال المرشات. وواحد من مثالب الحكومات عندما توصل الوزارات القطاعية والقريبة من بعض أن تكون على طرفي نقيض، هذا غير صحيح. مربي الثروة السمكية يشعرون بظلم كبير من قبل وزارة الموارد المائية، ولديهم عتب أكبر على وزارة الزراعة. كثير من البحيرات أولاً تجاوز وتستهلك كميات كبيرة. واضح الكلمة، هم كلمتك واضحة وجيدة، والتشخيص من عندكم كإعلاميين ومتابعين.